أول مرة أتشرف وأجي المكان ده كان سنة 1963، كان عندي 13 سنة ساعتها. أحب أحكي لكم النهاردة قصة المكان ده هو، ووصلنا لإيه النهاردة في مركز رمسيس ويصا واطي. إحنا هنا في الاستوديو بتاع نسيج مع صبرا. صبرا ابتدت تشتغل وهي عندها 9 سنين هنا اهو. كل فنان هنا ما فيش قدامه صورة أو حاجة ينقل منها، هو الفكرة في ذهنه وبيبني السجادة بتاعته حتة حتة زي ما انتوا شايفين كده. الصوف كله صوف بنلاقيه في صوف غنم محلي، واحنا بنزرع الصبغة اللي بيتلون بيها دي كلها أسباغ نباتية، فبتدينا الألوان المختلفة اللي هم بيشتغلوا بيها، ودي كلها ألوان نباتية وألوان ثابتة جدا، يعني بتعيش سنين وسنين. في صواصف كان عنده اقتناع ان كل انسان بيتولد عنده قدرة على الخلق والابداع، دي هبة ربنا اديها لنا لينا كلنا. فهو اختار مهنة النسيج لانها حرفة بطيئة بتعوز وقت. لما السجاد بيخلص بيتعلق في المعرض عندنا، مدام سوزان طلعت لها فوق، قلت لها عايزه اشتغل، جات لي انزل اتعلم. نزلت بقى اقعد مع زمايلي واتعلم منهم النير والفرج، بس بقى جت بقى تديني حته كده صغيره اتعلم فيها، كبر شويه 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 لحد ما ايه ربنا خدت. بس طول ما احنا برضو قاعدين بنتعلم، اللي بيتعلم الشغلانة أو يعني بيمارس المهنة دي بيحبها. نتمنى أن المكان هنا يستمر ويبقى دايماً فيه أجيال جاية. الحرفة نفسها ما بتموتش، دي حاجة بتستمر عبر الأجيال، إنما الرسالة يمكن تختلف للاختلاف الأوضاع الاجتماعية اللي موجودة في القرية دلوقتي، لأنها ما بقتش قرية كمان.